الملاعب. هل أنحيناها جانبا؟ والآن في دراسة تقول للحكومة التي أمامنا الآن، توسعوا في تخفيض عدد الاشتراكات، توسعوا في إعطاء بالأسباب الموجبة لتوفير المزيد لحماية المؤمن عليها بتعديل شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة، ولتحفيز منشآت القطاع الخاص لتوظيف الشباب العاطلين عن العمل. إذا بدي أحفزهم بدي أحفزهم على حساب أموال الضمان. هل وبدي إجابة سعادة الرئيس، هل هناك دراسة ألغت الدراسة الاكتوارية التي أجرتها الحكومة السابقة بأموال الضمان وكلفت الخزينة 4 مليون دينار؟ أنا أتحدث سعادة الرئيس من باب الحرص، وزملائي ليس أقل مني حرصا على المال العام. أنا أدفع بالنهاية إلى تحويل هذا التعديل على القانون إلى لجنة مشتركة، لأنه هذه اللجنة هي من اختصاص لجنة العمل، لكن لا مانع في النظام الداخلي سعادة الرئيس أن تكون اللجنة القانونية ولجنة العمل. وبدي إجابة سعادة الرئيس على ما تحدثت به. شكرا. سعادة السيد صالح العرموطي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الدراسات الاكتوارية متسلسلة، ولا يجوز لأي مؤسسة من مؤسسات الدولة أن تبني أي شيء إلا بناء على دراسة اكتوارية. لكن الدراسة الاكتوارية أنا باعتقادي ما ورد في هذا المشروع يخدم المواطن في كثير من البنود، ولو أن هناك حذفت كثير من التعديلات التي كانت من المقرر أن تعرض علينا، لكن لا يعقل أن يكون راتب التقاعد العسكري أو المدني 150 ل160 ل200، فهنا إجا مجال لأن يرفع للحد الأدنى، وهذه نقطة مهمة. النقطة الثانية، يعني في هناك اقتطاع 18% تم خصمه من تقاعد الضمان المبكر، فهذا لا بد من إعادة النظر فيه بصورة ضرورية. لكن أنا لست مع أن يكون التقاعد المبكر أعطاء السلطة العامة أن يخترع. أنا بقول التقاعد المبكر يجب بطلب واختيار من نفس الشخص الذي إذا ما رغب، ما بيصير أي دائرة حوله. يعني واحد 40 سنة بالله عليك و 45 سنة يحال مبكر ولا يسمح له بالعمل في أي مجال آخر، بينما في الغرب هاي 80 90 سنة بيعيشوا ما شاء الله عليه. فلذلك لا نريد أن نضغط على مواطننا، يجب أن تكون القوانين والتشريعات لخدمة المواطن وإراحة ضميره، ونقدم له الخدمات ما أمكن. هناك نصوص واردة في هذا القانون إيجابية وجيدة تخدم وخاصة القطاع العسكري. يعني أعطوه سنة، وأنا بطلب من المقرر لجنة أو يعطونا شو السنة اللي أعطوها ضفوها للقوات المسلحة. لماذا لا تعطى أيضا للمدني؟ لماذا لم تعطى للي قدم خدمة علم على سبيل المثال؟ أنا أرى أن هذا القانون يحتاج إلى إحالته إلى اللجنة القانونية أو أي لجنة مختصة. وشكرا. شكرا. معالي وزير العمل تفضل. شكرا سعادة الرئيس، وبداية كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله عام خير وبركة على الجميع. فيما يخص التعديلات اللي اقترحتها الحكومة على مشروع معدل لقانون الضمان الاجتماعي وما أثير من قبل أصحاب السعادة، أود أن أوضح ما يلي. بداية، لا يوجد سخاء في أموال الضمان بمسودة هذه التعديلات. هذه التعديلات أتت بداية لتنظيم الوضع القانوني للمتقاعد العسكري قبل إكماله لسن 45. وسعادة الرئيس والنواب الأفاضل تعلموا أنه متقاعدي المؤسسة العسكرية بتقاعدوا على سن مبكرة ما بين 39 و 41، فجاء هذا القانون حتى ينظم هذه العلاقة. بس ضبط الميكروفون هيك. جاء هذا القانون حتى ينظم هذه العلاقة بالفترة عبين ما يصل لسن الشيخوخة اللي هو سن 45. فيما يخص السنة اللي تم منحها هي مكرمة ملكية، تم عكسها بهذا القانون بإعطاء 12 شهر إضافية لمن كان على رأس عمله بتاريخ 10/6/2020. المزايا الإضافية اللي تم منحها هي نوع من الحماية الاجتماعية لأخواتنا وبناتنا الفاضلات. بالقانون النافذ الحالي لا يجوز للأنثى المطلقة أو المنفصلة أن تأخذ من راتب تقاعد شقيقها أو زوجها
في حالة الوفاة. بهذا التعديل اللي طرحناه سيحق لها أخذ راتب تقاعدي من راتب والدها أو شقيقها المتوفي. الأمر الآخر فيما يخص إجازة الأمومة، بالقانون النافذ الحالي يجب أن تخدم السيدة 8 اشتراكات متواصلة. بنص القانون المعدل، مشروع القانون المعدل، تم تخفيضها إلى 6 أشهر حتى تحصل على إجازة أمومة مدفوعة الأجر. الأمر الآخر، أنتم تعلموا أن نسب البطالة مرتفعة بسبب جائحة كورونا عدت 22%. التعديلات المقترحة على هذا القانون لن تؤثر على أموال الضمان سعادة النائب المحترم علي. إحنا أعطينا فرصة بتخفيض الاشتراكات على عدد من البنود بحيث تنخفض بمقدار 5 درجات لغاية سن 30 فقط، وأعطينا تخفيضات بقيمة 75% من صاحب العمل و 50% أيضا وله الحق في الخيار بذلك، حتى نشجع أصحاب العمل على تعيين أردنيين في منشآت القطاع الخاص. هذا رد سريع سعادة الرئيس. شكرا على استفسارات سعادة الدكتور هاي العياش. أسعد الله صباحكم وكل عام، والوطن وقائد الوطن والجميع بألف خير إن شاء الله، سنة خير تكون على الجميع. سعادة الرئيس، مشروع قانون المعدل لقانون ضمان الاجتماع من القوانين المهمة المعروضة على مجلسنا الكريم، يعني يجب إعطاء الأهمية المطلوبة من الجميع، وأرجو تحويل لجنة العمل واللجنة القانونية، لأنه الميكروفون أخ دكتور، أرجو تحويل اللجنة العمل النيابية بالإضافة للجنة القانونية، كونه يوجد نصوص قانونية مهمة يجب العمل على تجويدها لخدمة المشتركين الذين هم الأصل في مشروع هذا القانون. بس بدي أعرج على نقطة واحدة لو سمحت مع سعادة الرئيس. التعليم العالي بالأمس فاجأنا بأنه رفع معدلات القبول في الجامعات الخارجية لتتطابق داخل الأردن. جدول أعمال يا دكتور. يا سيدي خلنا هاي لازم نذكرها، لأنه لا يجوز حرمان طلابنا الذين يرغبون في الدراسة في الخارج، يجب مساواة الطلاب في جميع. رح نقعد مع وزير التعليم العالي ورئيس لجنة التربية إن شاء الله. أشكر سعادتك. دكتور خير أبو سعيليك تفضل. شكرا سعادة الرئيس المحترم. سعادة الرئيس، الزملاء الكرام، واحدة من العقبات التي تحد من دخول عاملين جدد إلى سوق العمل وذلك العبء الضريبي المرتفع على الشركات وعلى القطاع الخاص. جاء مشروع هذا القانون حتى يخفف هذا العبء والاشتراكات دون سن 30، وفي رأيي وفي ظني هذا تقدم تشريعي يسجل للحكومة أن جاءت بهذا التعديل، إضافة إلى الحد الأدنى من اشتراكات للمتقاعدين العسكريين. علي أن أشير سعادة الرئيس، الإخوة الزملاء، أن أموال الضمان الاجتماعي ليست، وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ليس صندوقا سياديا، هذا صندوق يخص المشتركين فيه فقط دون غيرهم، وبالتالي أي ميزات تمنح يجب أن تتم وفق هذا المعطيات. أنا أقترح يعني إحالة هذه المشروع القانون إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية طبقا للمادة 48 ألف من النظام الداخلي، التي تقول أن اللجنة مناط فيها دراسة القوانين المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية، وأنا لست مع لجنة مشتركة سعادة الرئيس نظرا للأعباء الكبيرة الموجودة على جدول أعمال اللجنة القانونية. شكرا سعادة. سعادة النائب يحيى عبيدات. سعادة الزميلة رهق الزواهرة. شكرا سعادة الرئيس. كان يجب أن يتم معالجة الاختلال والفرق الشاسع بالرواتب والتي تبلغ من 200 دينار إلى 5000 دينار. هل من المعقول أن يكون 200 دينار راتب ويمنع كذلك من العمل؟ أنا أقترح إحالته إلى اللجنة المشتركة القانونية والعمل بصفة الاستعجال. شكرا، شكرا سعادة الرئيس. سعادة النائب ماجد الرواجدي. شكرا سعادة الرئيس. ما أشار إليه الزميل خير أبو صعيليك المحترم أنه هنا يخشى أن يقوم أصحاب العمل باستبدال العمال الحاليين ممن تقل أعمارهم عن 30 سنة بعمال جدد من نفس الفئة العمرية لكن باشتراكات أقل. في التعديل السابق لم يكن وارد في النسخة السابقة، ولم يكن هناك مجال للمناقشة أو حتى طرحه من الإدارة السابقة، وهو تغيير رئيس مجلس الإدارة من وزير العمل بصفته الوظيفية إلى وزير مختص يعينه رئيس الوزراء، على اعتبار أن هذا سيحسن من منظومة الحوكمة
وينسجم مع الممارسات العالمية للضمان الاجتماعي. عن أي ممارسات نتحدث هنا؟ هذه سابقة غير معمول فيها في غالبية دول العالم. هل هناك وزير مختص بالضمان الاجتماعي أكثر من وزير العمل؟ ضعف الوزير السابق أو اللاحق هذا لا يعني أنه نغير إحنا من هذا الواقع، لأنه بعض الدول بتحط وزير التنمية الاجتماعية هو رئيس لهذا الصندوق. هذه سابقة تاريخية وممارسة غير معمول فيها في كل العالم. هذا التعديل الأهم الذي يجب عدم الأخذ به، وهذا عليه عدة علامات استفهام، يعني راح يكون الصندوق الضمان تابع للحكومة مباشرة. بالنسبة للموضوع العسكريين وهو الأهم، الفصل الأهم، وهو جاء عادل ومنسجم مع الواقع والذي يجب الأخذ به. أنا أقترح سعادة الرئيس أن يحال إلى اللجنة القانونية ولجنة العمل لدراسة مستفيضة حول الموضوع، وشكرا. شكرا. سعادة النائب عماد العدوان. شكرا سعادة الرئيس. في البداية أود أن أشكر الحكومة على ما جاء من مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، وما جاء فيه من تعديلات متعلقة بالمشتركين من منتسبي القوات المسلحة الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وكذلك ما تضمنه من منح الأرملة والمطلقة حق الاستفادة من راتب الأب أو الشقيق المتوفي، وهذا تعديل مهم جدا للأمانة، يعني تشكر الحكومة على هذا التعديلات. لكن أود سعادة الرئيس أن أعرج على موضوع في غاية الأهمية ويمس أموال الضمان الاجتماعي. أبو جميل بس نسمع زميلنا لو سمحت. وكذلك العاملين في القطاع العام، حيث أصدرت حكومة الدكتور عمر الرزاز قرار في عام 2019، أي قبل 4 سنوات، وكان القرار يتحدث عن إحالة أي موظف أكمل 30 عام اشتراك في الضمان الاجتماعي للتقاعد، ومعظم هؤلاء من الموظفين الذين لم يبلغوا سن الشيخوخة، أي أعمارهم أقل من 60 سنة، وكان لهذا القرار المجحف أثر كبير على الموظفين على القطاع العام الذي خسر كفاءات وخبرات تراكمية لموظفين، ما يعني إحداث خلل كبير في القطاع العام والخدمات التي يقدمها المواطنين. فلا يعقل أن يتخلى هذا القطاع عن العدد الكبير من الخبرات مرة واحدة ودون دراسات علمية اعتمد عليها، وإنما فقط التزم بتوصيات صندوق الدولي. للأسف إن هذا القرار كان له أثر سلبي على الموظفين، حيث تم إحالتهم للتقاعد المبكر وهم في سن الشباب، حيث كان كثيراً منهم ما زال في الـ40s من العمر أو بداية الـ50s، وما زال يقع على عاتقهم رواتب التربية أبنائهم الموجودين على مقاعد الدراسة الجامعية، وانخسفت رواتبهم التي يقاضونها أكثر من النصف. وبالنسبة للضمان الاجتماعي الذي الأصل أن لديه دراسات اكتوارية تحمل النتائج السلبي لقرار حكومة الرزاز والذي ما زال معمول به إلى اليوم، فبدلاً من أن يكون لديه سنوياً على سبيل المثال 10,000 مشترك حصل على التقاعد المبكر، أصبح لديه 25,000 مشترك معظمهم من القطاع العام، وهذا يلحق ضرر بأموال الضمان الاجتماعي ويحدث خلل كبير في الدراسات التي يقوم بها، حيث يفقد اشتراكات 15,000 موظف سنوياً، وتزيد فاتورة رواتب التقاعد المبكر عليه. وعطفاً عما سبق ذكره، فإنني أطالب الحكومة بالتراجع عن القرار أو العودة لما كان معمول به سابقاً، حيث سأقوم بتوجيه سؤال نيابي لدورة رئيس الوزراء حول هذا الموضوع، وأقترح تحويل هذا القانون، التعديل لهذا القانون، إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية. شكراً. سعادة الرئيس. سعادة النائب إنال فرحات. شكراً. أخ زهير. سعادة النائب زهير بس نسمع زميلنا لو سمحت. الضمان الاجتماعي يفترض أنه هو يعبر عن حصالة الشعب الأردني، هي الأموال التي سيستفيد منها الشعب الأردني بعد تقاعده. الحكومة في خيارين، إما أنها في علامة استفهام في تعاملها مع الضمان الاجتماعي، أو أنها مش قادرة على الأقل تعبر عن ذلك إعلامياً وتنقل رسالة علاقتها مع الضمان. ليش؟ خلال الشهور الماضية مدير الضمان الاجتماعي قاعدوه، ما عرفناش ليش، لا الرأي العام ولا النواب، هل كان ناجح ولا كان فاشل وبالتالي تم استبداله، ما حدا عارف، ما كان في أي تبرير ولا أي سبب. لا خلص عقده، بس مثل التنويه خلص عقده. نعم. تمام، لماذا لم يتم تجديد عقده؟ هل لأنه ما كان شغال صح ولا في شيء ثاني؟ برضو لازم يكون في توضيح كمؤسسة بهذا الحجم. زائد معالي خلود الثقاف،
كانت رئيسة الصندوق الاستثماري تقريبا نحكي عن 12 مليار دينار مسؤولة عنه. هل كانت ناجحة في هذا الصندوق؟ إذا كانت ناجحة لماذا لم تستمر؟ مهمة يعني، هل المكافأة فقط في الأردن لازم يكون معالي وزير؟ ما هو أنا أعتقد أن رئاسة الصندوق الاستثماري الضمان الاجتماعي أمر يمكن أهم من أن يكون جزء من مجلس الوزراء. وثم جاءت يعني وهيها نورة في القبة وزيرة للاستثمار. هل هذا التبديل وهذا أيضا عليه علامات استفهام لماذا لا يتم توضيحه؟ يعني الآن الحكومة مسؤولة عن مرحلة من الإصلاح الإداري، جزء من الإصلاح الإداري أن يتم توضيح لماذا يأتي المسؤول ولماذا يذهب المسؤول، خاصة لما نحكي عن مؤسسات كبيرة. الآن أيضا في تعديلات القانون هنالك يعني كان رئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي هو وزير العمل، الآن تم تعويمه، واضح أنه هذه خطوة إلى إلغاء وزارة العمل. ماجد بيك أنت سألت عنها، يمكن عشان بدهم يأكدوا على إلغاء وزارة العمل. الآن أصبح رئيس مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء، يعني نعود مرة أخرى أن الضمان الاجتماعي وكأنه تابع لمجلس الوزراء، لمجلس الوزراء بشكل مباشر، مع أنه يفترض أن يكون له استقلالية نوعا ما. الأموال للصندوق الاستثماري للضمان الاجتماعي 50% منها حوالي 6 مليار الحكومة استدانتها من باب موضوع السندات، وبالتالي حرمت الصندوق الاستثماري من استثمارات في مجالات متعددة كان لا ممكن أن يتم ضخها في الاقتصاد الأردني. لما نحكي عن 6 مليار تنزل إلى السوق راح تعمل نهضة وتنمية كبيرة، لنكتفي فقط في أن تكون سندات. ثم قام وزير المالية بحذفها من المديونية الإجمالية للمملكة الأردنية الهاشمية حتى يتم تخفيض نسبة المديونية من الناتج المحلي الإجمالي. وهل هذه صلاحيات الحكومة في ذلك؟ كثير من علامات الاستفهام، نحن بحاجة إلى توضيحات من الحكومة للشعب الأردني وليس لي شخصيا، حتى نطمئن أن الضمان الاجتماعي بخير، أن الحصالة بخير، أن الحصالة لن يتم يعني ثقبها واستنزافها قبل الوقت المناسب. الدراسات الاكتوارية أيضا يجب أن يكون هناك شفافية بإطلاع الشعب الأردني عليها. هل مستقبل الضمان بخير؟ هل الشعب الأردني سيحصل على رواتب تقاعدية ولا راح يفلس الضمان قبل أن يتقاعد الأردنيين؟ شكرا. شكرا. سعادة النائب عمر الزيود. شكرا معالي سعادة الرئيس، كل عام وانتم بخير ووطننا بخير وقيادتنا بخير، وان شاء الله تكون سنة خير 23 على الأردن وعلى الأمتين العربية والإسلامية، وتكون سنة خير على الأردن بالعمل والإنتاج وليس بالشعارات. بالنسبة لقانون الضمان الاجتماعي، حقيقة قانون مهم ويضم التعديلات لأخواننا وأبنائنا بالقوات المسلحة، وأرجو من اللجنة المختصة مراعاة ساعات العمل حسب قانون العمل مقارنة مع عمل أبنائنا بالقوات المسلحة، إضافة سنة إيجابية، وياريت أنه نسمع شو هي الأسباب إضافة سنة، وإذا في مجال إضافة أكثر من سنة بحكم طبيعة العمل، لأن نظام العمل بقانون العمل 8 ساعات، وهم في عندهم أوقات يعمل عمل 24 ساعة يختلف عن قانون العمل. في قانون خدمة الضباط وقانون خدمة الأفراد برضو يخدموا عملية التقاعد حسب التقاعد العسكري، ولا بد من الاطلاع عليها ودراستها والاستفادة منها لتجويد قانون الضمان الاجتماعي، وأنا أوصي بحالته إلى لجنة العمل. شكرا. شكرا. سعادة النائب محمد الشطناوي. شكرا سعادة الرئيس. يعني الظاهر أنه من الأسباب المبررة أنه يعني تعديلات جذرية وتعديلات تصب في مصلحات المواطن وخاصة الفئات الخاصة، إخواننا المتقاعدين اللي انضموا إلى الضمان مؤخراً من قبل حوالي 20 عام، وإلى المطلقة والأخت. فأعتقد أنه يجب أن تذهب إلى اللجنة المالية واللجنة القانونية. لكن اسمح لي أن أسجل ملاحظة أنه أنا شخصياً غير راضي عن التخفيضات اللي جرت على أسعار المحروقات كانت طبيعية. خلينا بجدول الأعمال باشا، الله يسعدك. سيدي فقط هذه الملاحظة وشكراً. شكراً. سعادة النائب راشد الشوحة. شكراً سعادة الرئيس. فيما يتعلق بمشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي، أعتقد أن الحكومة تأخرت
يعني حقيقة في إرسال هذا المشروع إلى مجلس النواب، والآن تطالب الحكومة بصفة الاستعجال. المشروع بحاجة ماسة إلى دراسة مستفيضة حقيقة، لا سيما أن بعض التعديلات تتعلق بأبناء القوات المسلحة الأردنية، وهذه الفئة من المجتمع الأردني كلنا معهم، يعني أبناء القوات المسلحة، ويجب إعطاء هذه المجموعة أو الفئة من قواتنا المسلحة الأهمية الكبرى، لأنهم يستحقون ذلك. أما بالنسبة لصندوق الضمان الاجتماعي وأموال صندوق الضمان الاجتماعي، أنا بعتقد أن الأموال يعني إن شاء الله في أمان في ظل سيادة الدولة الأردنية. وأخيراً أقترح تحويله إلى لجنة الأعمال، وشكراً. شكراً سعادة النائب حسين الحراسيس. شكراً سعادة الرئيس، كل عام أنتم بخير وقائد الوطن بخير والوطن بخير. مشروع مهم وبحاجة ماسة لتعديل بعض المواد على قانون الضمان الاجتماعي من فترة. التعديلات اللي جاءت ممتازة، بس أنا بقول لازلنا نعمل بنظام الفزعة، بمعنى بصير تركيز على نقطة معينة، السيدات المطلقة الكذا فيتم معالجتها. لكن أنا بقول في مواد كثيرة بحاجة للمراجعة. أولا قضية رئيس مجلس الإدارة أن لا يكون وزيرا للعمل، يعني هذا خطأ فادح. ضمان الاجتماعي عم نحكي عن عامل عمل صاحب عمل، فهو صلب اختصاص وزارة العمل، ويجب أن يبقى وزير العمل هو رئيس مجلس الإدارة، إلا إذا كانت الحكومة مقرة أنها تأتي بوزير للعمل في فترة من الفترات غير ملم بأمور العمل وأمور الضمان الاجتماعي، وهذا خطأ أكبر من تغيير رئيس مجلس الإدارة، فيجب أن يبقى رئيس مجلس الإدارة وزيرا للعمل. نقطة مهمة ما تطرقوا لها اللي هي التقاعد المبكر. لا زال التقاعد المبكر يؤرق المؤسسة ويؤرق العاملين ويؤرق مؤسسة الضمان الاجتماعي. انت بتفرغ المؤسسة من الطاقات اللي فيها دون أسباب موجبة، بنرجع لقصة الهيكلة وسلامة العمل وإلى آخره، أسباب غير حصيفة، وبنحمل مؤسسة الضمان الاجتماعي رواتب ومديونية هي ليست بالفترة هاي بحاجة أن تدفع، هي مفروض تظل تتقاضى لفترات أطول. يجب أن يكون تقاعد مبكر ميزة للعامل وليس عليه. تقاعد مبكر ما تطرقوا له، وهاي مادة خطرة. الرواتب التقاعدية يجب أن تكون مقتربة تماماً من الحد الأدنى للأجور. إحنا اليوم بنلاقي رواتب تقاعدية 150 ليرة و 130 ليرة، يعني أرقام أنا بقول حولوها على التنمية الاجتماعية، هاي مش رواتب تقاعدية. يجب أن تكون هناك حد أدنى للرواتب التقاعدية مقاربة للحد الأدنى للأجور إن لم تكن تساويها. وبدي أتطرق لنقطة الحكومة مستدينة من الضمان 6 مليار. 6 مليار هذول سندات، شو عوائدهم الاستثمارية على صندوق الضمان؟ وإحنا كلنا بنعرف صندوق الضمان مش صندوق سيادي، هذا صندوق للعاملين للناس الموظفين. 6 مليار هذول، ما بدي أقول صندوق استثمار أموال الضمان وجد إنه استثمارهم بالحكومة أفضل أو غير، هل هناك عائد استثماري من الحكومة على 6 مليار على صندوق استثمار أموال الضمان؟ شكرا. شكرا سعادة النائب عيد النعمات. سعادة الرئيس، الزميلات والزملاء، أسعد الله أوقاتكم بالخير والفلاح والسداد، ولبلدنا قيادة وشعبا أطيب الأمنيات في السنة الجديدة. فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي، على الرغم من تقدمية التعديلات وشموليتها في المقترح السابق أو المقترحات السابقة التي عرضت علينا في لجنة العمل، وهذه التعديلات ركزت على تفصيلات مهمة وخصوصا معالجة فروقات الرواتب بين المشتركين، إلا أنني أجد أن مبررات التأجيل، تأجيل النظر في هذا القانون بشكل عام ومناقشتها أمر إيجابي،
وخصوصا أنها أفادت أي الحكومة أنه لن يعدل أي مادة على قانون الضمان الاجتماعي مستقبلا إلا بموجب دراسات اكتوارية مستفيضة تهدف إلى المحافظة على الديمومة المالية والاكتوارية للمؤسسة وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المترتبة عليها تجاه المشتركين. واسمحوا لي خليني أنا أسوق جملة من الملاحظات المهمة على هذا القانون. أولا نأمل أن هذا الأمر أي ما أفادت فيه الحكومة أنه يحتاج إلى دراسات مستفيضة أن هذا الأمر يجب أن يندرج على جميع المشروعات القوانين وخصوصا ذات المساس المباشر بالمواطن، المواطنين الذين يطالبون بعدد عدم المساس المباشر بأموال الضمان الاجتماعي تحت أي ذريعة كانت، وكذلك استقلال إدارة الضمان الاجتماعي استقلالا تاما عن الحكومة. والمطلب الثاني، وبما أننا نناقش اليوم ما يتعلق بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، يجب ألا يضاف على خدمة العاملين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لأجل الضمان الاجتماعي أي سنة زيادة أو جديدة، لأن خدماتهم كما تفضل الزملاء هي خدمات مضاعفة ودوامهم على مدار 24 ساعة. وثالثا على الحكومة أن تشرع في إجراءات عمل مثل هذه المستحات والدراسات بشكل علمي وموضوعي ومع الاستئناس برأي الفئات المستهدفة، وذلك عن طريق الاستفتاءات والاستبانات ونشرها بطريقة واضحة وشفافة وصولاً إلى قانون عصري يحفظ للمشتركين حقوقهم ويضمن استمرارية الشركات والقطاع الخاص وتحقيق أهدافها. والنقطة الرابعة، وبأن المشروع يحتاج إلى مزيد من المراجعة والتدقيق، فأنني أقترح تحويله إلى لجنة العمل والسكان لدراسته ومفات المجلس بما ترى من إضافات أو تعديلات وفقا للمادة 48 من الدستور. وشكرا. شكرا سعادة النائب عمر العياصرة. أول شيء أنا بدي أتفق مع الزميل خير ومع الزميل حسين أنه أموال الضمان أو الضمان الاجتماعي ليست قصة سيادية يا أخوان، هذول مجموعة مشتركين. حتى قصة الحصالة هي رأيك وجهة نظرك سيدي. تفضل عمر. حتى موضوع الحصالة بمعنى أن من ضمن المشتركين كل الأعمال الوافدة بتكون مشتركين، فلذلك ضمن هذه الخصوصية يجب أن نتحرك. وتمنيت على معالي الوزير حتى في أثناء حديثه عن مكرمة السنة المكرمة الملكية أنه ينضبط في إطار الحالة الدستورية، بمعنى هذه أموال مشتركين وبالتالي علينا أن نراعي مصالحهم حتى حينما ينضم إليهم أفواج من القوات المسلحة الأردنية. قصة الاستثمار في صندوق استثمار فيما يتعلق بشو المؤسسة الناجحة في الأردن الآن في ظل الأزمة الاقتصادية؟ البنوك. ولذلك حينما تقرض الحكومة، يعني بجوز أنا كنت في اللجنة المالية في السنة الأولى في البرلمان وكنت أقول أنا مع التكدس، كنت أختلف أنا أبو عبد الله، أنا مع أن الحكومة تقترض من الضمان لأنه الجهة الوحيدة التي تربح بشكل جيد هي البنوك، وبالتالي الاستثمار الآمن الحقيقي إنك اليوم تشتغل عمل البنوك، وبالتالي أن تكون العلاقة بين الحكومة والضمان. لذلك بجوز الآن يعني إذا مدير الموازنة بيقول لي ولا لا، جزء من خدمة الدين يذهب إلى الضمان، إلى الضمان يعني جزء من اللي بندفعه من المليار ونص في خدمة الدين بيروح لأموال الضمان الاجتماعي. بالعكس أنا مع التكدس لأنه هذا أحسن من أني أستثمر في مؤسسة فاشلة أو في أسهم يعني وتكون المخاطرة أكبر، هنا تكاد تكون المخاطرة صفرية. أنا شخصيا أميل إلى أنه تحويله إلى لجنة العمل، ولست مع اللجنة المشتركة، لست أنا مع لجنة قانونية وعمل متخصصين في هذه المسألة باعتقادي وبصفة الاستعجال، على اعتبار أنه إحنا بدنا ندخل شباب الجيش وشباب الأجهزة العسكرية اعتبارا من واحد واحد، فلذلك أنا مع أنه عمل وصفة الاستعجال. شكرا. سعادة النائب عبد الرحمن العواشي. شكرا سعادة الرئيس. أنا مقترحي سعادة الرئيس أنه نحوله على لجنة العمل كون الحكومة هاي معمول لها عمل. وشكرا. شكرا. سعادة النائب خالد شلول. شكرا سعادة الرئيس. بداية
فيما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي الجديد، وهو تعديل 47 مادة من أصل 110 مواد. كنت أتمنى أن يكون التعديل فقط على 10 مواد، ومن ضمنهم المادة 3، وهي السماح للقطاع الخاص بالتأمينات الصحية بدل اقتطاع حدده النظام الجديد. وبالتالي سيشمل هذا التعديل شمول القطاع الخاص والمتقاعدين وأسرهم والاستعاضة عنها بالفقرة 5 بدل الفقرة 3 عليه. وهذا التعديل بحسب قراءتي الأولية 4% منها يدفعها المنتفع، و1% تدفع من التأمينات ضد مرض السرطان، وبذلك يتم اقتطاع 26.75% باعتبار أنهم حالياً يدفعون 21%. ولكن كنت أتمنى أن تكون هناك مساهمة حكومية كبيرة ليخفف الاقتطاع المعدل المنوي تنفيذه. وتعلمون جميعاً أنه كثيراً لا يتم دفع اقتطاعات بموعدها، خصوصاً في المؤسسات، وأتمنى أن يعاد تنظيم هذه المسألة. أما التعديلات على المواد 13 و14 و16 و17 بتسمية أمين سر اللجان، فهذا تعديل فني لن أدخل به، لكن التعديل في المادة 19 فإنه تعديل الفقرة باء، والتي تنص على أنه لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة إلا لما يقتضيه تطبيق هذا النظام، وإضافة فقرة تنص على تخصيص ما لا يزيد عن 0.5% لترشد المنتفعين من خلال برامج توعية معينة. ولا أعلم الحقيقة هنا لما هذا الاقتطاع، علما أن القانون واضح للجميع دون صرف نسب لشرحه. وكذلك إضافة فقرة تسمح بالانتفاع بالتعليم لأبناء المنتفعين وتغطية إضافة مدة الخدمة للحصول على تقاعد من الضمان. الحقيقة وأكرر هنا أن تعديل كم كبير من مواد هذا القانون 47 مادة دفعة واحدة وكلها تمس كل بيت أردني دون الأخذ بعين الاعتبار ما ينتج عن الاقتطاع المفاجئ، فتحتاج منا إلى وقفة وصفنة طويلة، وهنا أقترح تحويله إلى لجنة التعليم. وشكرا. العمل ولا التعليم؟ عفوا، العمل. عفوا، شكرا. سعادة النائب أحمد القطاوني. شكرا سعادة الرئيس. أنا بس بدي أدخل على ملاحظة، يعني عملت خرق حقيقة في التعديل اللي تم على القانون، وهو الشمول الجزئي للشباب المادة 7 هنا، يعني وفيها مخالفة للدستور أن الأردنيون أمام القانون سواء ويتساوون في الواجبات والحقوق، ولكن نجد هنا ولصالح أعتقد منشآت القطاع الخاص تخفيض الاشتراكات الكلية على هاي المنشآت، يعني يحسب لهم فقط ما دون السن 30 يحسب لهم 50% فقط، وهذه إذن لن تحتسب مدة خدمة المؤمن عليه في هذه الحالة كاملة، إنما تحسب له فقط 50%. هذا يعني عجيب. ما المصلحة وما الغاية أن تحسب له إذا كان له 10 سنوات اشتراكات حسب هذه المادة 7 ثانيا جيم؟ يعني في هنا مشكلة. أتمنى من اللجنة عند قراءة مشروع التعديل أن تقف عند هذه النقطة، وأن هذا خرق حقيقي للحقوق الشبابية اللي إحنا بنسعى لتمكينهم. الجانب الآخر، يعني أنا سأفصل ذلك إن بقي، وأنا متأمل إن شاء الله أن اللجنة تعدلها، ولكن إن بقيت سيتم مناقشتها لاحق. الأمر الآخر، مجلس الإدارة للمؤسسة الضمان الاجتماعي كان ضمنياً أن يكون وزير العمل هو الرئيس لمجلس الإدارة. حسب التعديلات أن يكون هنالك وزير معين من قبل رئيس الوزراء، يعني قد تكون كل حكومة تأتي بوزير،
يعني الكل بيلحق يكون رئيس مجلس إدارة للضمان، مرة وزير المالية، مرة وزير العمل، مرة حتى العمل انتهينا، مو باعتبار ستنتهي هذه الوزارة. فلذلك هنا يعني لا يضبط هذا القانون وهذا التعديل بهذه الطريقة، وإحنا دائما نسعى أن يكون هنالك استقرار في التشريعات والقوانين التي نسعى لأن تحقق المصلحة. وفي اعتقادي أن يكون تعيين رئيس مجلس الإدارة كل يوم حسب الحكومة اللي بتيجي وحسب الوزير اللي بيجي هنا خرق لهذه المادة. ولذلك أتمنى من خلال اللجنة أن يكون هنالك ملاحظات كثيرة جدا على هذا القانون أن تؤخذ بعين الاعتبار حتى يعني نخرج بشيء إن شاء الله مناسب. شكرا سعادة الرئيس. عفوا سعادة النائب فواز الزعبي. سيد الرئيس شكرا. سيد الرئيس هذا أمن وطني وأكسجين مستقبل الشعب الأردني، أموال الضمان الاجتماعي. نحن مصيبتنا المصيبة الكبرى بالشللية والمحسوبية. عندما جئنا بمدير عام ضمان اجتماعي من إحدى البنوك، لمن يعمل هذا الشخص؟ يريد أن يشتري أسهم البنوك بالشللية والمحسوبية، وقام بالشراء وخسر الضمان آنذاك 1 مليار دينار أردني. فجأة الأسهم نزلت على حساب الشعب الأردني. والمصيبة الكبرى عندما نأتي بشخص من خارج هذا الوطن ونضعه مديراً للضمان ولا يعرف ما هو قوانين الضمان وقام بتدمير أموال الضمان الاجتماعي. الآن الضمان الاجتماعي عنده 8 مليار بالضبط، إلا 100 مليون مستدينتن الحكومة. الحكومة تدفع 7% فوائد سنوية وتطرح هذه الأموال من ضمن العطاءات لكي لا يكون هناك. البنوك تستولي على 8 مليارات وتعطيه للمواطنين بفائدة 12 و13%. المصيبة الثانية، المستقبل يجب أن يكون مدير عام الضمان الاجتماعي لا يختلف عن رئيسي الأركان المشتركة بانتمائه للوطن وللجيش والأمن. هذا أمن وطني، أمن أجيالنا هاي اللي قاعدة بتنتظر. كل ما جبنا واحد بنحطه بيروح بيشتري أسهم من علاقاته الشخصية أو من ناس آخرين، وهناك يتم تدمير هذه الأموال. الآن في 8 مليار دينار للحكومة ماخذينها من الضمان الاجتماعي، وينهن؟ هل بتدفع فوائدهن؟ الضمان بيستوفي 8% و7% الحكومة من هذه المبالغ بالموازنة، مش ظهرات بالموازنة. دورنا بالموازنة ما لقيناهن. وين مقترحك تحوله أي لجنة؟ أنا بحوله للجنة القانونية للجنة العمل بالسرعة الممكنة. ولكن في نقطة أخيرة معالي الرئيس، أنا بقول إنه يجب أن لا يأتي مدير عام الضمان لا بواسطة ولا بنسب ولا بحسب ولا بعديل ولا انسجن هو يا سياسيا أو غير سياسيا. يجب تمحيص أمنيا مدير عام الضمان، خاصة الهيئة للدائرة الاستثمارية. الآن كله ناثق الآن برئيس الهيئة الاستثمارية اللي هو معالي وزير المالية الأسبق اللي هو عز الدين كناكرية، له الاحترام والتقدير، ومدير عام الضمان كمان لديه الخبرة. يجب علينا أن ندعمهم، مش كل ما راحت حكومة تجيب واحد وتحط لنا إياه. هذا بصير الدمار، الخزانة بالبيت، فك كل يوم براغيها بتخرب بتكبها. شكرا سيد. شكرا سعادة النائب تيسير كرشان. دقيقة شوي، شو نقطة النظام بالله سعادة نضال الحياري؟ سعادة النائب تفضل. يعطيك العافية. الله يعافيك. يعني استمعنا احنا من الزملاء بالمناقشة الأولى لمشروع القانون. طالما انه راح يتحول للجنة، وهناك راح يكون في شراكة كبيرة من الزملاء لمطبخ التشريع، فأرجو التصويت على مشروع القانون وتحويله إلى اللجنة كسبا للوقت لننتقل للمشروع الآخر. شكرا. يعني ما اقترحت اقتراح. تفضل سعادة التيسير. اقترحت، قاعد بحكي لك صوت على مشروع القانون لتحويله للجنة. ما في مقترح هيك. تفضل يا سيدي، انا طالب منك تصوت. يا بعيدوني يا ما بعيدوني. لا نظام الداخلي سيد نظام. لا النظام الداخلي. سعادة النائب اقفال باب النقاش. اسمعني يا سعادة، اقفال باب النقاش وارجو التصويت. طيب اذا تم تحويله او صحيح. شكرا. هل يوافق المجلس على اقفال باب النقاش؟ لم ينجح. سعادة الدكتور تيسير كرشان. سعادة الرئيس،
يعني أنا بعتبر أنه هذا القانون هو إنجاز للحكومة فعلاً، وإذا تم إقراره سيكون إنجاز لهذا المجلس. القانون مشروع تشريعي عصري وتقدمي. هذا من ميزات هذا القانون اللي أبو صهيب لو سمحت الله يسعدك، من هذه الإيجابيات إضافة سنة إيجابية للمؤسسات العسكرية، وهذا يعني لنا الفخر في إكرام وتقدير هذه المؤسسات العسكرية سواء الجيش أو الأجهزة الأمنية بمختلفها. اثنين من إيجابيات هذا القانون إيجاد فرص عمل وتوظيف للشباب والحماية الاجتماعية لأفراد الأسرة، لكن هنالك ملاحظة ذكرها أحد الزملاء وهي التقاعد المبكر. التقاعد المبكر أقترح أن يكون هذا البند اختيارياً للموظف وليس قصراً عليه، وتكون إيجابية له وليست ضده. وكل شكر. أنا بقترح أن يحول إلى لجنة العمل. تفضل دكتور خير. نقطة نظام. نقطة النظام سعادة الرئيس، تصحيح واقعة ادعى بها أحد الزملاء أن ما تقترضه الحكومة من صندوق استثمار أموال الضمان لا يتم دفع الفوائد عليه، وهذا الكلام ليس صحيحا بالمطلق. وأنا أطلب من الحكومة، هذا اتهام خطير، أطلب من الحكومة أن تقوم بواجبها وأن تتحدث بهذا الموضوع صراحة أمام المواطنين. شكرا سعادة الرئيس. واضح. تفضل سعادة الدكتور علي الطراونة. مسجل أخ سليمان. أخ عدنان مش ملكيش مداخلة والله. ما لك مداخلة أخ عدنان. تفضل دكتور علي. شكرا سعادة الرئيس. خلينا نسمع زميلنا يا شباب. تفضل دكتور. شكرا سعادة الرئيس وكل عام وانتم بخير جميعا ان شاء الله. ان هذا القانون قانون المعدل لضمان قانون ضمان الاجتماعي هو من القوانين المهمة ان شاء الله يعني اللي راح تتم انجازها خلال هاي الدورة. وهذا القانون يعني نتمنى انه في نهاية الموافقة على هذا القانون يكون احد القوانين العصرية المناسبة لهذا المؤسسة. لكن إلي ملاحظات على هذا القانون. أول إشي اللي هو إعادة النظر في عملية التقاعد المبكر اللي بتقوم فيه كثير من مؤسساتنا الحكومية. طبعا هذا ناتج عن لو أنه يكون التقاعد المبكر عملية فيها عدالة وفيها مؤسسية بإحالة هذا الموظف على التقاعد المبكر بنقول أمرا، لكن يتدخل فيها أحيانا الأهواء الشخصية والمحسوبية في كل مؤسسة، وهذا في النهاية يؤدي إلى استنزاف كثير من الموارد المالية لأموال الضمان الاجتماعي. النقطة الثانية اللي هو نجد إنه هذا القانون بدأ بعملية إلغاء وزارة العمل بشكل تدريجي وممنهج، بحيث أنه أعطى صلاحيات لرئاسة الوزراء بتنسيب أي وزير كان لرئاسة هذا المجلس على حسب اللي كل حكومة بتنسب، وهذا طبعا بيؤدي إلى عدم استقرار في عمل مجلس الإدارة. لكن إحنا بنعرف أنه وزارة العمل هي الوزارة الوحيدة المعنية بهموم العمال والموظفين، ولذلك أقترح أنه يبقى وزير العمل هو رئيس مجلس الإدارة. أيضا مقترح ثاني هو أما بخصوص أموال صندوق الاستثمار. طبعا أموال صندوق الاستثمار حسب ما صرح فيه رئيس صندوق الاستثمار معالي عز الدين كناكرية هو 13 مليار و7 بالعشرة. هذه أموال صندوق الاستثمار. في هناك يعني اقترضت الحكومة من هذا الصندوق مبلغ من المال، لكن المتبقي يعني أنا أقترح على أنه يتم العمل في باقي مستحقات أو الموجودات لصندوق الاستثمار بعمل تنمية مجتمعية لكل محافظات المملكة، بحيث أنه يتم دراسة كل محافظة وإيجاد البيئة الاستثمارية المناسبة لهذه المحافظة واستغلال
أموال الضمان في هذه المحافظات، بحيث أنه الآن بيصير في عندنا عملية تنمية مجتمعية لهذه المحافظة. أيضا إحنا بنحافظ على أموال الضمان وبتنمو من خلال هذه المشاريع الموجودة. أيضا هذه المشاريع بتؤدي إلى العمل على تخفيض نسبة البطالة في كل محافظات المملكة. لذا أنه يعني أتمنى أنه هذا المقترح أنه يتم الأخذ فيه بخصوص أموال صندوق الاستثمار، أي لجنة نحول وأقترح على تحويل هذا القانون إلى لجنة العمل وبصفة الاستعجال. وشكرا. شكرا. سعادة النائب زيد العتون. شكرا سعادة الرئيس. لقد أصبح كمل تفضل. لقد أصبح التعريف رجل الدولة هو الرجل المطيع الذي يؤتمر فلا يخالف أمرا، وهذا ينطبق على الضمان الاجتماعي حيث تم تغيير مديره دون أن نعرف الأسباب، وكما تحدث زميلي ينال فريحات الأفكار تتوارد، تغيير مدير الضمان والإتيان بأشخاص آخرين في عدة مواقع مهمة في الأردن. أصبح النهج السائد هو وضع دمى تؤمر فتطيع ولا تخالف أمرا. القيادات أصبحت مفقودة في الأردن، أي شخص لديه رأي يتم نحره، سواء أنا ما بعرف مدير الضمان ولا بعرف لا هذا ولا اللي قبله، والتقيت معاه مرة واحدة وما بهمني الأشخاص. أنا أتحدث عن المبدأ. عندما نتحدث عن الأيادي المرتجفة وننتقد الأيادي المرتجفة، الأيادي المرتجفة لها أسباب. الأسباب أن الشخص المأمور عندما يكون موجود يتم تغييره في دقيقة بدون إبداء أي أسباب وبدون مراقبة. لماذا تم تغيير مدير الضمان؟ اختلفوا على نص كم من مادة؟ لماذا تم تغيير رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة دون أن نعرف الأسباب والأصل أن يكون مستقلاً؟ لماذا تم تغيير أو نحر رئيس ديوان المحاسبة في مخالفة واضحة وصريحة لنص المادة 5 من قانون ديوان المحاسبة ونص المادة 119 من الدستور الأردني التي تستوجب تقديم أسباب مشفوعة بالأسباب عن أي إجراء تم اتخاذه مع رئيس ديوان المحاسبة لمجلس النواب؟ هو يتبع مجلس النواب. لغاية الآن نحن لا نعلم في ليلة وضحاها يتم تغيير رئيس ديوان المحاسبة الذي من الأصل أن يكون تابعا حصرا لمجلس النواب وليس للحكومة. بيقولوا والله المجلس ما لم يكن مجتمعا، يتم استغلال ثغرة والالتفاف على النصوص القانونية قبل أسبوع من انعقاد المجلس وإقالة رئيس ديوان المحاسبة حتى لا يراقب هذا المجلس. النائب الذي يتجرأ ويقول كلمة يتم تغييره. هاي لو سمحت، أنا رأيي سعادة الرئيس مع الاحترام لكل النواب. لا لا، إيش نائب إذا حكى بيتقف؟ طبعا إذا حكى وعارض التوجه العام لا يتم. أنا هاي رأيي. لا لا يا سيدي، يا سيدي سمحت، يا سيدي سعادة الرئيس، أنا رأيي هذا الكلام، أنا مسؤول عنه وإحنا كلنا بنعرف. هذا النهج يجب أن يتوقف. عندما تنظر إلى الأسباب الموجبة لقانون الضمان الاجتماعي بقول لك حوكمة مؤسسة الضمان الاجتماعي، كيف بدك حوكمة وانت وزير العمل ولا الوزير اللي بدهم يحطوه وتم إلغاء وزارة العمل وبدهم يجيبوا وزير مكانه؟ هو المسؤول عن أموال الضمان الاجتماعي وعن مؤسسة الضمان الاجتماعي. هذا مخالف لكل معايير الحوكمة في العالم كله. ارجعوا إلى معايير الإيسا، يعرفها معالي أعتقد وزير العمل، وتعرفها معالي خلود الثقاف، يعرفوا الإيسا ويعرفوا أن هذا الأمر فيه خلل جلي وواضح. لا يجوز، يجب أن تكون مؤسسة الضمان الاجتماعي مستقلة حتى عندما تذهب الحكومة للاستدانة والاستيلاء على أموال الضمان الاجتماعي يكون هنالك رجل مستقل يستطيع وضع حد لهذا الموضوع. يجب إعادة النظر في هذا الموضوع، يجب إعادة الحوكمة. الحوكمة هي مجموعة من القواعد والأطر التي توضع لعدم قيام أي جهة بالتغول على أموال الضمان وعلى قرارات الضمان.
أما المدير ضمان والله ما عجبني قراره بغيره وبحط واحد يجي وبتظلك عاقل ولا بغيرك. هذا الأسلوب الذي تم انتهاجه. نحن نترحم على الرائيل الأول من قيادات الأردن الذين وصفي وهزاع وغيرهم الذين كانوا أصحاب قرار لا يؤتمروا فيطيعوا إلا إذا كان لمصلحة الوطن ولمصلحة الأردن. وبالنتيجة يعني احنا ما قلنا الا انه نقترح تحويله على لجنه العمل. شكرا. والتنميه الاجتماعيه والسكان. شكرا. سعاده النائب محمود الفرجات. صباح الخير. شكرا سعاده الرئيس. هذا القانون الاخوه من القوانين المهمه لما بتعرفوا اللي تمس أكبر شريحة من مواطني الشعب الأردني. هناك ملاحظات على هذا القانون يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار منها. الملاحظة الأولى: أسباب تعديلات قانون الضمان الاجتماعي دون أسباب موجبة لهذه الغاية بين كل فترة وأخرى هي تعود سلباً بضغط على المؤمنين وعدم استقرار الأمن التأميني بسبب التعديلات المستمرة على هذا القانون. وسبب التعديل ومن أحد الأسباب عدم توازن الاستثمارات مع التأمينات بسبب الإهمال في الاستثمار بشكل عام. وهناك بدي أطرح أمثلة: عدم إنجاز بعض المشاريع وتأخرها بشكل كبير، زي مثال فندق كرام لبلازا بالبتراء أغلق 12 عام، فقد الضمان الاجتماعي دخل تجاوز 22 مليون دينار. وكنا نحكي سابقا ومنذ زمن بعيد، لكن ما يعني الأسباب وفي التوضيحات ما هي واضحة لنا، وغير برضو كمان لما تطرح الأسباب غير مبررة. إغلاق فندق عمان الشام أكثر من سنتين أو 3 سنوات برضو كمان، وروح عليه شوفوا كيف هسا يعني خرابة. أعضاء المجالس وهيئات المديرين بشركات المملوكة للضمان الاجتماعي ليسوا على خبرة في المجال، واللي تشرف عليه الشركة فقط بقول لك الأمر هو تنفيعي. طيب فندق انتركونتيننتال العقبة، التوجه لتحديثه بمبلغ لا يقل عن 13 مليون دينار في حال تمت الإحالة. هذا الفندق بحاجة لتحديث بهذا الرقم. وهل الفندق منذ افتتاحه حصل على هذا الدخل كربح تشغيلي؟ يعني بمعنى هذا افتتحوه بال 2005 لغاية ال 2022 اللي جابهن يمكن بين 13 مليون أو 14، والآن بدك تحدثه برضو كمان ب 14 مليون؟ مش معقول. شكرا. وانا بقترح انه تحويله الى اللجنه. شكراً. العمل لدراسته بشكل وافي ومجزي. شكرا. سعاده النائب عبد السلام ذيابات، تفضل. شكرا سعاده الرئيس. الاخوه الزملاء، انا صحيح يعني خدمت وتشرفت ان اكون عضوا في مجلس اداره الضمان لمده 20 عام من 2004 تقريبا. تفاجأت جداً بأنه إحنا بالضمان الاجتماعي اللي أشاد فيه سيد البلاد واللي طلب من أعضاء مجلس إدارته ذاك الأيام بأنه حافظ على موجودات الضمان الاجتماعي كما نحافظ على أهل بيتنا، لأن الضمان الاجتماعي دخل كل بيت أردني من الشباك وليس من الباب. فكل الشعب الأردني بهمه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وماله. أما ما يتعلق بالقانون، كنت أتمنى شاكراً أولاً الحكومة على تغيير، وأنا مطلع لو إجاكوا القانون يا أخوان الأولاني اللي أعد واللي أحد الزملاء قال إنه تغير المدير العام بدون ما نعلم، كانت مصيبة. القانون كان مصيبة أكثر من هذا، تغير فيما بعد. كثر خير الحكومة وشكراً إلها. يعني دشرت القطاع الخاص وبلشت بالقطاع العام أكثر. الفصل الخاص بالقطاع العام، يعني أنا كنت أتمنى أنه على الأقل في هذه الظروف نائب رئيس الوزراء المحترم من خلال الرئاسة الجليلة أن لا يفتح قانون الضمان الاجتماعي
قبل عام 2025، لأنه والله انهكنا وإحنا نعدل بالقوانين. الخطة الاكتوارية اللي كانت عند دولة عدنان بدران بال2004، إنه إحنا بسنة 2048 بسنة 2048 رح يتساوى المتقاعد مع المشترك، ومن هناك رح نستعمل أموال الصندوق الاستثمار الضمان الاجتماعي. لكن من كثر القوانين والتعديلات اللي صارت ومخاسر صندوق الاستثمار صرنا نعدل كل يوم قانون، إلى للأسف وصلنا إنه فعلاً بطلنا نفهم أيها القانون اللي ماشي. موضوع خطير جداً، لا تفكروا إنه إحنا كلياتنا مش حريصين على أبنائنا بالقوات المسلحة، كلياتنا حريصين، لكن برضو ابننا بالقوات المسلحة لما بده يتقاعد هذا بهم الضمان الاجتماعي أن يبقى واقف على رجليه متمكن من دفع كامل تقاعداته إلى أن يتوفاه الله ومن ثم ورثته. لكن إذا أنت بدك تجيني وتحسب لي حسب المادة الرابعة للأسف، وهي أستاذ مدرسة بالرياضيات، إذا علي التضخم عندي أنا بحسب على القوات المسلحة 22، وإذا نزل التضخم بنزل أو بعلي. أنا مش بحصة رياضيات يا أخوان، أنا في قانون لازم أستعمله. أنا بدي أعرف حالي، أنا بدي أدفع 20% اشتراكاتي، اختياري 17%، قوات مسلحة 22%، بدي أعرف حالي إنه أنا ماشي على نهج. أنا مش بدي السنة الجاية زار التضخم عندي بدي أرجع أقول للقوات المسلحة لا بدي أزيد عليك أو أنقص، فهذا أنا بالنسبة لي أتحفظ عليه، وأرجو من اللجنة فيما بعد أن تنتبه لهذا الموضوع، من الضروري جدا. إخواني، يعني أنا بتفاجأ جدا إنه بالقانون ذكروا الإخوان كثير إنه وزير العمل ما يكونش هو رئيس مجلس الإدارة. أفرض إنه إجاني وزير المالية، مع احترامي الشخصي له، لكن هاي وزارات تتغير، وصار رئيس مجلس إدارة الضمان، ورئيس مجلس إدارة الضمان أنا بعرفه، مجلس إدارة الضمان برضه فيه مثل ما هو موجود بأي آلية موجود بالضمان الاجتماعي. فأرجو أنه ما يكون إلا بالقانون من خلال اللجنة اللي راح تتحول عليها هذا القانون، أن يكون مثبت من هو رئيس مجلس الإدارة. موضوع الاستثمارات واستثمارات أنا لن أدخل فيه، لأنه أنا بشهد وبعترف وبقر بأنه الحمد لله رب العالمين عندنا استثمارات بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من حيث الفنادق 270-300 مليون خسرانين على مدار السنين الماضية كلها، خسرانات كل استثماراتنا بالفنادق، والأسباب معروفة ويطيل شرحها ونختصرها. فاقتراحي أهم إشي إنه يا أخواني يا أبناء القوات المسلحة، الضمان الاجتماعي فيما بعد إلكو. أنت لما بتقول لي إنه أنت بدك تحسب له حسبة ورياضيات وتساوي على نسبة التضخم وتقول لي التقاعد في فترة ما بين 30 سنة إلى 45 سنة، إذا تقاعد ابن القوات المسلحة هاي بتدفعها وزارة المالية، وبالتالي هاي عبء على وزارة الحكومة، وبعد 45 تتحول على الضمان الاجتماعي. هذا موضوع خطير جدا، والقانون كلياته كله والله ما كان وقته ولا له وقته أسع إنه إحنا نحكي فيه. تخفيضات الاشتراكات المدفوعة عن المؤمنين عليهم العسكريين والله غير يحمل مخاطر عبر على الصندوق، الصندوق الضمان الاجتماعي، وبالتالي رح يحمل عبء على أبناء القوات القوات المسلحة بعد ما يكون هو متقاعد. أنا اللي بدي أترجاه، إحنا كلياتنا فريق واحد، حكومة ونواب وشعب، على الأقل في ظل هذه الظروف الاقتصادية السيئة اللي إن شاء الله نستبشر بها خيراً في عام 2023. والله أنا إذا يعني كنت خبير إلكو بالضمان الاجتماعي أن يرد هذا القانون وأن يؤجل، لأنه والله لو مشي القانون اللي قبل هذا مع تعديلاته والله كان بدري بالقطاع الخاص، إنما اختصر. أحد الزملاء حكى كلمة إنه ليش روح مدير عام الضمان، كثر خير الله، لأنه لو إنه جاك القانون القديم اللي كان بده يجيك
كان بلحقك انت بشركتك وبشركتي وبالقطاع الخاص كله. مع سعادة الرئيس من خلال للحكومة ارحمونا بصندوق استثمار أموال الضمان، جعبتي مليانة، والأخت خلود بتلد علي وبتنظر علي وبتعرف شو بعرف عن الضمان الاجتماعي. إذا كنا بدنا نحافظ على أموال الضمان الاجتماعي مش بهاي، منحافظ عليها بالخطط الاكتوارية. لما بحكي إنه أنا بالألفين وثمان وأربعين بالألفين وثلاثين 2040 أنا وضعي هون رح يتساوى، بعرف وين بحط فلوسي، بتحفظ على اللي يقول لك إنه أنا حاط عند الحكومة. الحكومة نعم في 6.5 مليار سندات خزينة بتأخذ عليهم فوائد الحكومة، لكن برضو بدي أنصف زميلي اللي قال لو فرض 6.5 مليار دينار بالسوق الأردني والله والله لا يربح أكثر منهم بكثير. لأنه إحنا يوم من الأيام بدي أختم، يوم من الأيام رح نيجي يتساوى المشترك مقابل المتقاعد، فإحنا رح نأخذ من صندوق الاستثمار، وإذا بلشنا نأخذ من صندوق الاستثمار هناك الورطة والمشكلة. شكرا سعادة الرئيس. شكراً. والله يعطيكم العافية. شكرا سعادة النائب محمد بن ياسين. شكرا سعادة الرئيس. شكرا أخي الكريم. الحقيقة يعني ما جاء بمشروع التعديل ما في أدنى شك في إيجابيات جيدة، وكما ذكر بعض الإخوان ما يتعلق بقضية الاستثمار، ما يتعلق بقضية الخدمة الاجتماعية، لكن النقطة اللي أنا بدي أكد عليها، النقطة اللي بدي أكد عليها واللي بعتقد أنه كان لابد في ضرورة أن يتم هذا التعديل بهذه الفترة، قضية قانون ما يخص القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. أنا أذكر يعني من باب إنه سنة 2003 وأنا وقتها كنت مدير تخطيط القوات المسلحة، لما اشتغلنا على هذا الموضوع إشراك القوات المسلحة بالضمان الاجتماعي بدلاً من التقاعد، وكان عندنا شكوك وتخوفات كبيرة جداً من اللي إحنا ممكن نصل له، وما كنتش أتوقع أنا بيوم من الأيام إني أنا راح أكون موجود هون ونناقش هذا الموضوع يعني من ذاك التاريخ. وبالتالي النقطة اللي مرة أخرى بدنا نكون حريصين عليها قضية كيف ما نثير أي تخوف أي شكوك عند أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بمستقبلهم بتقاعدهم. القوات المسلحة تبدأ تقاعدها الشباب اللي بدأوا على الضمان الاجتماعي اعتبارا من هذا العام 2023، لأنه أقر النظام بسنة 2003. لأن في تخوف كبير الحقيقة إنه هل رح ينزل التقاعد، هل رح يتغير التقاعد، كيف رح يكون شكل التقاعد. وهذا أيضا الحقيقة في مرتبط بشغلة أخرى وعلى الطريق، قضية المعلولية. الشباب كانوا متعودين قسم كبير نتيجة إصابات، نتيجة العمل الطويل، المشاركة بتمارين ومناورات إلى آخره إلى آخره، فكان كثير منهم يحصل على المعلولية، على الجسيم، على إلى لأن في تخوف. وبالتالي إحنا بهمنا أن تبقى معنوية القوات المسلحة الأجهزة الأمنية يعني بشكل رائع جدا. وإحنا بنتذكر مبارح يعني جلالة سيدنا لما وقف وقال لهم أنتم الأكثر ولاء وانتماء والأكثر صدقا عملا وقولا إلى آخره. فأنا بتأمل من اللجنة، ما في شك يعني أنا بجوز بموضوع رئاسة المجلس الإدارة يمكن كتبت حتى على الورقة اللي أمامك يمكن يعني توقعي أنه ممكن رئيس الوزراء يقول لك خلي وزير المالية، لأنه الأكثر تحوطا وحرصا على المال من الإخوة الآخرين، وكلهم حريصين بكل تأكيد. لا على كل حال أنا أوصي مثل زملائي أن يحال هذا المشروع إلى لجنة العمل، مع أنه كنا نتناقش قبل الجلسة وفي ناس كانوا حابين أيضا أن تشارك اللجنة القانونية، لكن إن لزم الأمر ما لزم الأمر ولا لجنة العمل كافية. بس رجائي لإخواني هذا الجوهر بهذا التعديل بهذا الوقت، يعني قضية الأخوة العسكريين من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. شكرا جزيلا. شكرا سعادة النائب مشعل مزقور، تفضل. شكرا سعادة الرئيس. يعني أنا كان لي حديث طويل على هذا الموضوع، لكن بعد حديث الزميل ذيابات حول ما تفضل، أنا بعتقد آن الأوان أن وزيرة الاستثمار الإجابة على الزميل قبل أن التصويت لتحويله إلى اللجنة، لأنه حديث الزميل ذيابات كونه عضو مجلس ضمان وحريص على الوطن والمواطن، وهذا الصندوق هو صندوق للشعب الأردني لكل الفئات متقاعدين وعسكريين وكل شيء.
بعد توضيح معالي وزير العمل، حقيقة أنا مقتنع بتحويله إلى اللجنة، لكن أنا أريد توضيح رداً من وزيرة الاستثمار على الزميل ذيابات ليكون فكرة لإيضاح أكثر حول هذا القانون. وشكراً سعادة الرئيس. سعادة عطب داح. سعادة النائب عطب داح. أشكرك معالي الرئيس. صحيح هي يعني قراءة أولية، وأنا بقترح أنه يحدد الوقت لأنه مش قراءة شمولية لهذا القانون، لكن أنا بدي أوجه سؤال لمعالي وزير العمل. قبل سؤالي، الدراسة الإكتوارية هي ضرورة ومهمة وضرورة علمية بحيث نعرف وين إحنا بهذا الصندوق واقفين. أهم سؤال بالدراسة الإكتوارية، وأنا مع أن يكون في شفافية بالدراسة الإكتوارية ونطلع عليه، لكن السؤال المهم، أين تقع نقطة التعادل بمدخلات الاستثمار ونقول المشتركين مع المخرجات؟ وهذا مهم جدا، يعني أي سنة تكون نقطة التعادل حتى الشارع الأردني يرتاح نبضه؟ لأنه ما حكى زميلنا ذيابات أنه بال2045 نقطة التعادل، وهذا خطير جدا. لذلك بدنا نطمئن نعرف متى تكون نقطة التعادل على ضوء الدراسات الإكتوارية. شكرا سعادة الرئيس. شكرا سعادة النائب سليمان أبو يحيى. بس طبعا أنا عارف راح تعطيني أول ما وقفت غاد. صباح الخير سعادة الرئيس. طلب شخصي يعني باسم فئة قليلة في المجلس لسعادتك شوية ميادة. بالله سعادة النائب علي. سعادة الرئيس، احنا يعني في هذا المجلس نفتقد للجلسات الرقابية، نرجو من حضرتك يعني تزيد عدد الجلسات الرقابية، والتشريعات كثر مش راح تخلص، وعقدنا كثير من الجلسات التشريعية في السنتين الماضو، وأي تشريعات اللي جاي كمان أبصر إمتى نخلصها، ويمكن اللي أقرنا بهالسنتين الثلاث اللي فاتوا هذولا يمكن أكثر من اللي أقروا. طب ادخل بالمادة الأوروبي كامل. أخ سليمان ادخل على المشروع القانون لو سمحت. خليني بس أكمل طلبي. خلص لا وصل، وصلت الفكرة. سعادة الرئيس احنا عملنا ما في أي تحسن اقتصادي من وراء التشريعات، بس اسمح لي بدنا جلسات رقابية. اسمح لي. طب اسمح لي أنا بدي أجاوبك، سألتي بدي أجاوبك. يلا احنا هاي ثالث جلسة، هاي أول جلسة تشريعية، تنتين رقابيات كانوا. بس احنا صلنا أكثر من شهر سعادتك. هاي ثالث جلسة. طيب خلينا احنا تفضل ادخل على تفضل. بدي أكمل اللي حكيت فيه، لأنه احنا ما في تحسن أي تحسن اقتصادي على البلد من وراء الجلسات التشريعية، بدنا جلسات رقابية، بركي خففنا النفطات شوي، مش قادرين نزيد إيراد، الحكومة مش طالع بإيدها تزيد أي شلن على الإيرادات، يمكن طبعا غير الضريبية، يمكن نخفف نفقة. المهم بدي أحكي بثلاث شغلات. الأولى إنه شغلة أخالف زميلي زيد المحترم، موضوع الضمان مختلف عن موضوع ديوان المحاسبة. أول شيء الضمان، يعني إحنا مشان نفرق، الضمان حكومة، ومشان ما ندخل على صلاحيات السلطة التنفيذية، حق الحكومة والسلطة التنفيذية تعيينه وإقالته على كيفها، وما إلها علينا تبين كمان، ولكن إحنا إلنا حق خلينا نمارسه، له حق الرقابة على هذا اللي بتعينه وحق إقالته إذا ما عجبنا. فإحنا نروح على صلاحياتنا، أي مدير ضمان بتحطه الحكومة تحت رقابتنا بالرقابة، بنراقبه ما عجبنا بنقيله. ولكن مختلف عن ديوان المحاسبة اللي احنا انا بشوف معظم الزملاء بيجمعوهم مع بعض، ليش اطاحوا بمدير الضمان ومدير ديوان المحاسبة؟ وهذا مختلف. اما ديوان المحاسبة فهو الذراع الرقابي لمجلس النواب، وهذا حق لنا، واحنا حق تعيينه كمان وحق اقالته بموجب موافقة مجلس النواب، وهذا يتعدى علينا فيه. ولكن احنا للاسف يا ميادة والله ما اسمنا سامع، خلينا اسمع، بدي اسمع انا يعني. يا اخي يا لو سمحت شو استنى. هذا انا هاي الزميله احنا انا بخاطبها تشوف لو سمحت. انا شو بدي في انا هون عندي الدوشه مش عندك. تفضل اكمل اكمل. طب ليش زعلتي انت؟ لا لا يعني. تفضل يا اخي سليمان يعني. بيخلوا الواحد يحكي ببال شو هالقصه هاي. المهم ديوان المحاسبه احنا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، اجانا القانون في باول الدوره هذه او باول المجلس، وللاسف يعني اقرناه واحنا صغار لا دارين ولا شيء، وتم يعني حط القوانين على كيف الحكومة. إحنا الأصل نعدل هذا القانون حسب ما إحنا بدنا إياه مشان يصير تعيينه وإقالته، والضابط العدلية اللي إحنا أخذناه منه وعطناه للي أقل درجة واللي مش بحاجتها أصلاً، وبدناش نسمي الجهات اللي أخذتها.
الشغله الاخيره اللي انا برضو وجدت بعض الزملاء بتكملوا بيحكوا فيها اللي هي موضوع دين الضمان وانه فائده، مع انه مش موضوعنا، ولكن دين الضمان الفائده بتاخذه مزبوط، ولكن احنا الحكومه نفسها مش معترفه في الدين نفسه، بدها تعترف في الفائده تبعته، ما هي لا معترفه بدين ولا بفوائد. اما اللجنه والقانون الحالي بقترح تحويله على لجنه العمل حصريا مشان احنا نتماشى مع النظام الداخلي اللي بيحكي دراسة القوانين والأمور والمقترحات التي تتعلق بشؤون العمل والعمال والتدريب المهني والتأمينات الاجتماعية، فمشان ننسجم مع النظام الداخلي تبعنا أرجو تحويله على لجنة العمل حصريا. شكرا. سعادة النائب الدكتور بلال المؤمني. أشكرك سعادة الرئيس، الله يعطيك ألف عافية. بدنا نعرف من الحكومة ليش ما جددت عقد مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي؟ يعني أكثر من زميل طالب بذلك، من حقنا نعرف. باعتقادي هذا الرجل كان بيدير مؤسسته بشكل مناسب جدا، لكن ما بدنا كمان يكون أبنائنا ضحية قرارات قد لا تكون تستند إلى وقائع حقيقية. مع احترام لكل المبررات، ما حدث مع حازم الرحاحلة حدث مع بشار البطاني في وزارة المياه. أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بعدم مسؤوليته، ولغاية الآن لم يعد إلى عمله. من حقنا نعرف في مجلس النواب ليش هاي القرارات ما بتتم على أرض الواقع. لازم الحكومة تبرر لنا شو سبب عدم تجديد قرار تجديد عقد حازم الرحاحلة، وليش لغاية الآن ما أعادوا أمين عام سلطة المياه إلى عمله. أمين عام سلطة المياه، محكمة الاستئناف أصدرت حكمها بأنه بعدم مسؤوليته عن أي جرم. من حقنا نعرف، لازم الحكومة تبرر لنا. بالنسبة لقانون الضمان الاجتماعي أنا مع تحويله، مقترح تحويله إلى لجنة العمل البتفي. الله يعطيك العافية. شكرا. شكرا. سعادة نائب رئيس الوزراء معالي توفيق رشان. شكرا سعادة الرئيس، وشكرا لكافة المداخلات اللي استمعت إلها الحكومة بكل اهتمام من إخواني النواب الكرام لهذا القانون الهام، هذا القانون المهم، وهو في غاية الأهمية، والذي يرعى شؤون العامل ويرعى شؤون المؤسسة. إخواني الكرام، استمعت الحكومة كما ذكرت، وأود أن أشير إلى بعض الملاحظات التي أثيرت حول ما يتعلق بالتعيينات وما يتعلق بإنهاء خدمات بعض الموظفين. كلنا والحمد لله كمجلس نواب وكحكومة نحتكم إلى الدستور، فالدستور الحكومة تلتزم بالدستور، وهناك قنوات دستورية لأي نائب له الحق أن يوجه أي سؤال أو استفسار لأي وزير ولرئيس الحكومة حول أي شأن كما ورد بالدستور، والحكومة واجبها أن ترد خلال 14 يوماً حسب النظام الداخلي وحسب ما نصت عليه القوانين المرعية. أما فيما يتعلق بالتعيينات وإنهائها فهي من صلاحية الحكومة، هذا معروف، من صلاحية الحكومة أن تعين وأن تنهي خدمات بدون ذكر أي مبررات وأي أسباب. فيما يتعلق بما أشير حول موضوع بعض الموظفين، هناك قضايا منظورة أمام المحاكم. صحيح صدر في بعض المحاكم، محكمة الاستئناف صدرت بعدم مسؤولية لأحد الإخوان، ولكن هناك المحكمة العليا وهي محكمة التمييز، تنتظر الحكومة للرد لجواب محكمة التمييز على هذا الموضوع. أود أن أشير هنا، أرجو من إخوان النواب أي سؤال أي استفسار أن يوجه لهذه الحكومة، ونحن على استعداد للإجابة الكاملة لأي سؤال واستفسار. وشكرا لكم سعادة الرئيس وأخوان الكرام. شكرا. سعادة وزير العمل تفضل. معالي، عفوا. جابني أبو جنى. تفضل احكي، إجاك صوت. شكرا سعادة الرئيس. أود أن أؤكد على جملة من الأمور اللي تم إثارتها من قبل أصحاب السعادة. بداية ومن خلال مجلسكم الكريم سعادة الرئيس، أؤكد على استقلالية مؤسسة الضمان الاجتماعي، وهذه الاستقلالية تأتي بموجب قانون الآن معروض على مجلسكم الكريم،
فكل قرارات الضمان الاجتماعي تؤخذ بموجب التشريعات والقوانين النافذة. اثنين، موضوع ما أثير من الفوائد أنها لا تدفع، وأنا أستغل هذه الجلسة بعد إذنك سعادة الرئيس أن أوجه دعوة لأصحاب السعادة النواب لمن يرغب بزيارة مؤسسة الضمان الاجتماعي وصندوق استثمار أموال الضمان حتى يطلع على آلية سداد الفوائد من خلال أذنات الخزينة التي تقوم باستقراضها الحكومة. فهذه دعوة مفتوحة لأصحاب السعادة حتى يتم الاطلاع على كافة التفاصيل ودقة تحويل ما تلتزم به الحكومة من أسعار فوائد. الموضوع الآخر، التعديلات اللي واردة بين إيديكم هي 16 مادة وليس 47 مادة، هي كانت في التعديلات القديمة 47 لكن التعديلات الحالية هي 16 مادة. نأتي لموضوع الحوكمة وما أثير حول هذا الموضوع. هناك مقترحين للحوكمة، المقترح الأول كان يخص نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق استثمار الضمان. في القوانين النافذة الحالية من يرأس في حال غياب الوزير هو مدير عام الضمان. أيعقل أن مدير عام الضمان من يقدم لمجلس إدارة الضمان أن يترأس هذه الجلسة في حال غياب رئيس المجلس؟ لذلك ومن باب الحوكمة تم اقتراح أن يكون انتخاب من أعضاء المجلس شريطة أن لا يكون مدير عام الضمان وأن لا يكون رئيس صندوق استثمار الضمان. وهذا بقودنا للجانب الآخر، إذا نظرنا إلى كافة مجالس الضمان على مستوى العالم، تشكيلة هذه المجالس تتكون من أصحاب العمل واللي بتمثلهم النقابات ولهم 4 مقاعد موجودين في مجلس الضمان الحالي، أيضا العمال ولهم تمثيل ب4 مقاعد، وبكل العالم الحكومة لها رئاسة هذا المجلس بغض النظر من يكون الوزير. والتعديل اللي قدمته الحكومة تنسيب من دولة رئيس الوزراء وبموافقة مجلس الوزراء من يختار لهذا المجلس، قد يكون وزير العمل، قد يكون وزير التنمية الاجتماعية، وذكر أحد الزملاء أصحاب السعادة أنه ممكن في بعض الدول وزراء التنمية الاجتماعية يرأسوا مجالس إدارة أموال الضمان. لكن بالمجمل إحنا ضمن الحاكمية العالمية رئاسة المجلس هي تبقى للحكومة وبقية المقاعد موزعة حسب الممارسات العالمية. أثار بعض الزملاء النواب أنه هذا دليل على إلغاء وزارة العمل. أنا برد بأكد في حديث لدولة رئيس الوزراء أمام الأمناء العامين ومدراء عامين المؤسسات أن إلغاء وزارة العمل فيما ورد في خطة تطوير القطاع العام هي توصية، وهذا ليس بكتاب مقدس. إحنا أمامنا 2 سنين حتى نشوف ما هي الأمثل والأنسب لصالح العامل داخل المملكة الأردنية الهاشمية، وسيتم اتخاذ القرار على أساسه. لكن لم يتم اتخاذ قرار الآن بإلغاء وزارة العمل، هذه ما زالت توصية وهي ليست بكتاب مقدس قابلة للتعديل والتغيير حسب مخرجات لجنة تطوير القطاع العام بما تذهب إليه من توصيات إلى الحكومة. نأتي لمدير عام الضمان، والأخ الدكتور حازم الرحاح له، وهو من خيرة الناس، وأنا تشرفت بالخدمة مع هذا الرجل. في العام 21 أنا من نسب بتجديد عقده لمجلس الوزراء، لأنه عقد مدير عام الضمان هو عقد سنوي يجدد سنوياً، وقال لي بالحرف الواحد هذه آخر مرة أطلب فيها التجديد، هذه آخر سنة بطلب فيها التجديد. إذا نظرنا في الماضي أصحاب السعادة، عادة مدير عام الضمان ما يجلس ما بين 3 إلى 4 سنوات، وهذا من باب الشفافية. في بعض شركات التأمين لمدراء عامين بنوك فروع لا يقبل أن يؤمن على هذا البنك إذا استمر لأكثر من 5 سنوات، فإحنا من باب الشفافية. وإذا بنستعرض ما قبل الدكتور حازم الرحاح له، من خدم قبله كان يخدم 3 إلى 4 سنوات، فهو وضع طبيعي عملية تقدير، لسنا كحكومة ضد شخص أو مع شخص. وبالمناسبة الشخص اللي تم تعيينه كمدير عام للضمان يحمل شهادة على مستوى الشرق الأوسط بالدراسات الاكتوارية، فهو من أبناء هذه المؤسسة، معين فيها من 90s، وكان أستاذ دكتور في الجامعة الأردنية، ولديه شهادة معتمدة من منظمات دولية على مستوى الشرق الأوسط كخبير معتمد في موضوع الدراسات الاكتوارية.
سعادة الرئيس أنا يعني أكتفي بهذا القدر من الرد. شكرا. والقرار لمجلسكم الكريم بتحويل هذا الموضوع. شكرا. من مع إحالته إلى لجنة العمل مع إعطاء صفة الاستعجال؟ أغلبية واضحة. شكرا. الأمين العام تفضل. شكرا سعادة الرئيس. دقيقة شو تفضل أعط تفضل. تفضل. زيد فضله. احنا بالنسبه لما تفضل فيه معالي ابو عبد الله قرب الميكروفون ومعالي وزير العمل فيما تفضلوا فيه نحن نعلم ان وين صلاح نقطه النظام بس اشيل انا هاني جاي عم بحكي عشان تسمعها بعدين تقرر طيب نقطه النظام انا بدي اصحح معلومه صح. انه في كل دول العالم قالوا انه رئيس المؤسسه الضمان الاجتماعي هي الحكومه بينما ذلك لا ينطبق على دول عديدة من ضمن ينطبق بسوريا ينطبق باليمن وينطبق في بعض في مصر لكن لا ينطبق في المغرب مثلا وفي تونس إذا عدنا إلى المبادئ التوجيهية للإيسا بشأن الحوكمة الرشيدة ترفض تماما تدخل الحكومة في رئاسة مؤسسة الضمان الاجتماعي فبالتالي تصحيحا للمعلومة المعلومة برأيي غير صحيحة ونحن نعلم أن صلاحية باللجنة إن شاء الله زيد بيك من عدل ما هيني بدي أقول بس تعطيني نص دقيقة خد نعلم أن صلاحية تعيين مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي هي للحكومة ولم يكن هذا السؤال لكن أكثر من زميل وأكثر من نائب سألوا سؤال واضح تحت هذه القبة لماذا تم إقالته وكان يتوجه على الحكومة الإجابة تاني. إحنا صوتنا وحلنا يا أخوان بدنا نعطي دقيقتين هاي قراءة أولية هون غرفة السيطرة دقيقتين لكل زميل تفضل أمين العام شكرا سعادة الرئيس كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 94101 تاريخ 11/12/2022 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون ضريبة بيع العقار لسنة 2022 شكرا سعادة النائب خالد أبو حسان بس نلتزم بالوقت زملاء جميعا تحملنا أول واحد أخ خالد شكرا سعادة الرئيس يعني للأمانة أنا بشوف أنه جاءت الأسباب الموجبة لهذا القانون بتخفيض نسبة ضريبة البيع للعقار بس احنا يعني حاب اسمع انا من المدير او من وزير المالية يعني مزيد من التوضيح لانه انا بعرف انه ضريبة البيع هي 10% 4 على البائع و6 على المشتري او 9% التوضيح وليش اجت يعني شو هو المشروع القانون يعني بدنا تفصيل اكثر ومشروحات اكثر يا ريت معالي الرئيس شكرا ابو زيد سعاده النائب علي سالم الفاضل ما لك مداخله سعاده الرئيس زملاء هذا يعني اعتقد انه كلام حق يعني جاء فيه باطل هذا في مأساة في دائرة الأراضي على شيء جديد سمي القيمة الإدارية وهذه القيمة الإدارية فرضت على ثمن مديريات تسجيل